مشروب اللي تبيه هذا شنبت لاتيه لو سبانيش لاتيه سبانيش لاتيه اسمه شنو شنبت لاتيه عاوز يعني عادي وخلي يجيب لي واحد خلاص سنابت لاتيه سنابت لاتيه ما تزعلوش الدبانة يابا وخلاص لا 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 خلك من تشقلب انا اكتشفت شيء جديد في قلقلوق من ورا وين اللي جالا مش مغلوق ما احنا قاعدين مراقبين بقى تنكد علينا ليه ما انت ماشي كويس ومدلعنا طول اليوم يلا 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 هذا حق منه هذا حق عمي هذا حق عمران هذا اقول له ايش ثبتت ايه ها ثبتت ايه وهذا ودى البيت يا عمري ودى ودى هذا مجمعهم هذا حق العطيولي لي انا شربت يعني قصدك تصعبونه في البيت يلا يلا عطي خوت الضرب ليها ما تعدي يوم بالعافيه بالعافيه عليكم اهم شيء انكم مبسوطين بس ابى اروح اريح انا شوي ابى اروح اريح لهذا اموركم طيبه ناقصكم شيء ترى انا اخوكم ان احتجتوا شيء بس نادولي نادولي ثواني وتلاقوني عندكم حبيبي 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 ها حبيبي حبيبي وين حسين نادي حسين راح نادي حسين راح قوي قوي هي ده ماي وتلج وجح بطيخ وموز وعصير ومية وكهرباء يعني هم وملين وملين اصلا البركة مو مشكلة اخوان دول اخوان يعتبرون يعني رابع اصحاب مزرعة لا اصحاب مزرعة ما فيش احترام يا ما فيش احترام للي قاعد في المزرعة ما فيش احترام لحسين طب نعمل انا هعرفكم احترام حسين من دلوقتي بس انا اقول يعني تراهم يعني هم ذولا يعتبرون اصحاب مزرعه يا حسين اصحاب مزرعه ازاي ازاي انا افهم بس فهموني انا عايز افهم ليه ليه افهم ليه نازلين ليه في الميه هم ليه البركه ليه مش ميه دايما بعدها ده ولا لا ما فيش احترام لأي على راسي والله يا وتلج وبطيخ وجاء وبطيخ وعصير وجاي يعمل جارد جابه ولا ايوه جاء عمل جارد كل واحد 200 ريال 200 ريال يلا عم حسين ابعدكم زي الجرد النهارده يا اسطى يا اسطى ضرب ما حد يكون هنا بس حتى يطلع من البركه يا ما يدفع 200 ريال سمعتوا ولا لا؟ كل واحد 200 ريال 200 ريال يا عم حسين واحنا في الساحل الشمالي يا خرافية يا حسين الساحل الشمالي دي عند حسين المزرعة دي احسن من الساحل الشمالي ايه رايك عاد؟ يا حسين دول رواعي رواعي مكان يا حسين يا حسين رواعي مكان يا حسين دول رواعي مكان يا حسين لا يا حبيبي انت مزرعه انا اللي ماسكها انت مأمن عليها مو مشكله عاد اغفر لهم زلتهم يا بعد زلتهم برابره من اللي دي 200 ريال 200 ريال واحنا في الماء 200 ريال ايش ندفع 200 واحنا في الماء ولا اجيب فين فين الفلوس بتاعتك ما احتاج تفضل يدفعونهم في الماء حلو عسل كفو بيض الله وجهك بس ودي تغفر لهم اغفر لهم ودي انك تراهم راعي مكان يا حسين بس استاذ دول حلال يا انا حسين وساعد صح ما انت رميتنا في الخازوق ده انا عارف
استأذنوشي عشان ما استأذنوشي صح لو قالوا هسامحهم عشان خاطر لكن يجوا من ورايهم للبركة وشغلوا الأنوار ليش ما استأذنوش ليه أسير شوف البطيخ والموز والبرتقال والعين بس حاول تغفر لهم يا حسين أبد جالتكم رب 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 يا ربي أها يلا أنا بدفع خلاص بدفع إيه تدفع إدفع جوالي ابشر وين جواله لا انا اللي اجيب انا اللي اجيب الجوالات كل واحد له جوال ادفع فلوس توكل على الله يلا شغل الناس بدايه ولا ناس ولا ما نصبع شيء يلا انت قاعد انا قاعد لك هنا وين جوالك جوال لانه هو وين نعم اهو يلا خش تعال يلا توكل اللي بعده فين يلا اطلع وين جوالك بس بس انا ودي يعني انك تغفر لهم ما فيش غفران يا ابو علي يا ابو علي يلا اللي جوالي يدفع ويطلع يتوكل على الله رجل ليلك الله حرامي ماشي حرامية يلا ماشي يلا اطلع فوق يلا تعال انت تعال وين جوالك يلا شقل بس انا ما ودي انك تكلف عليهم دول اخوان يعني ابد لا يلا مد ليها يلا يلا تعال برا دقيقة بس انا ما ودي يا ابو علي ما ودي انك يعني هذول روعي مكان يا حاج ما استأذنوش يا حاج بس ذول روعي مكان يا يا روعي مكان ومد العالم تعال يا جزعة انت تعال يا شنو تعال يا جزعة تعال يا قصلة بالمصري يا قصلة وين جوالك وين تعال يا عمري بس ترى هذا الشيء يحرجني مع ربي لا ما فيش احراج ولا حاجه ابو ريان يا ابو علي لا انا هذا الشيء ما ارضى عليهم يا ابو علي يا سلام ما اسمعش نفسك ثاني تعال انت وين جوالك هذا ولد اختي مشي هذا عاد ولد اختي مشي ابو علي عشان خاطرك ابو ريان حبيبي كان عاجبك عاد مزاجني عاد احنا بمزاجي انت جبت بمزاجكم وهتطلع بمزاجي بس هذا الشيء ترى يعني يحرجني مع اخوياي وربعي يدفع يطلع مش دافع ماشي لانكم رابع بلدي انا قاعد لك بس هذا احراج هذا يحطني في احراج مش هيطلع هذا يحطني يدفع يطلع يلا اجل انا ابروح البيت ابدل واجي هذه خليها معي ابشر تحط كذا شوف صفرين بعدين كذا ابشر وان قدرت ما تحرجني معهم انا طالب حاضر حاضر انا طالبك يا ابو علي حاضر انا طالبك يعني حاضر يا حبيبي يعني انت بريء انا وجهي طايح من اي طايح لابو امك من الماكينه ذي جيب الصرافه من جايبها